السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد. والفيلم اللي هنتكلم عنه النهاردة هو ايه؟ في ليبني الكاميرا دي، استنى يا عم انا اتحولت. اخلص بقى يا لسه تقريبا اتقفل. قفلتها؟ بص بقى يا عم محمود يا مهندس، انت راجل ناقد فني جميل، الناس بتحبك وعندك متابعين. وبتتكلم انجليزي وبتقول يا دود وحاجه اخر روشان. بص بقى خلينا في المهم. فيلم المطاريد نزل يوم 25 يناير. تعمل ريفيو بقى من عندك وتتفلسف وتتفازلك تتحنيك. هتقول لي بقى ارك الشخصيه إيه؟ الحبكه الدراميه، البناء الدرامي. بناء درامي يعني؟ الفيلم مفيهوش حاجات دي خالص. مفيش. هتعمل ريفيو تقييمك من 9 لـ9.5. لك حرية الاختيار. اظن فيه. عايز تقول حاجة؟ شيل يا بصوا، انا عايز اطمنكم، انا عن نفسي لا هعمل ريفيو للفيلم ولا هتفرج عليه اصلا ولا انتوا ربطيني بشاحن موبايل وايه فانيله الاطفال اللي انتوا ملبسينها لي دي؟ بس فانيله المطاريد الاصليه. طب ما فيش مقاس اكبر من كده شويه صغيره؟ انت كده بقيت واحد مننا. طيب خلاص انا في التمام، ما تقلقوش مني خالص. الله ناس ما تقلقش. التقييم من 9 ل 9 ونص. 9 ونص. حاضر ماشي. عيوني شبك في كلام. بص بقى انت بهدلتني في 122 وشلوحتني في الهرم الرابع وفي الفيل الازرق. ايه شفتك؟ ما شفتنيش؟ ما اتكلمتش عني ليه؟ ما شفتش النقطه دي ولا النقطه دي؟ ها انا اسف. ها انا اسف. في اللي جاي المطاريد خط احمر اكيد من 9 لـ9.5. خير زي ما حاتم قال. اظن مساحه تمام، يعني تمام جدا تتكلم فيها صح. تقيم عادي جدا. طب ليه اتفقنا خلاص؟ تمام تمام. احسن ممثلة طبعا. احسن ممثلة خلاص اتفقنا. احسن ممثلة اتفقنا خلاص. 2022 2023 2024، الموضوع خلصان. ما خلصنا خلاص اتفقنا. لا انا جاي اخد الشاحن. اتفضل. لا حضرتك كفايه والله. هتزعلني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم في تريلر رياكشن جديده من فيلم جامد. وبعيدا عن المقدمه الطويله شويه وادائي التمثيلي المتدني، فالفيلم اللي احنا فعلا جايين النهارده عشان نعمل رياكشن للتريلر بتاعته هو المطاريد. وفيلم المطاريد هو فيلم كوميدي مصري اجواء ليها علاقه بلعبه كره القدم. وبجد والله بعيدا عن اني مشارك في الكامبين اصلا، بس انا بحب جدا الافلام الكوميديه اللي بتدور في عالم كره القدم، وفي نفس الوقت بتضايق جدا لما بتتعمل وحش. فيلمنا من اخراج ياسر سامي في تجربته الاولى في عالم السينما وفي عالم الكوميديا في نفس الوقت. عمل قبل كده مسلسل نصر الصعيد ومسلسل النهايه، ومن تاليف صلاح الجهيني اللي عمل فيلم مين ولاد رزق اللي بحبهم جدا، وفيلم الخلية اللي حبيته اقل منهم شوية، وفيلم 122 اللي ما حبيتهوش خالص. وعشان المقدمة كانت طويلة شوية ومش عايز اطول عليكم اكتر من كده، خلونا دلوقتي نتفرج على التريلر اللي كالعادة ما شفتهاش ولا مرة. والله العظيم ما شفتهاش ولا مرة، هشوفها معكم دلوقتي لأول مرة، فيلا بينا. ما جابش اخبار الوسط. انت دلوقتي من اصحاب الاملاك. المطاريد يا صلاح عليهم طار، لكل فريق هزموه وحطوا عليه. البط ينصاد هنا. طب والريش؟ طويت. ادهم انسان لطيف ومش عنيف. انت صاحب العربيه كارو اللي بره دي؟ انت رجعت عن فكره البيع بقى؟ مفيش سكه غير البت اللي شبه رغيف الحواوشي البايت دي. عايز لعيبه اكمل بيهم الدوري. مش شرط، ابقى مع المدرب في الجهاز الاداري. بويك عصبي شويه. كابتن جاب شاهين الجن ده ملبوس ده نبله. احفظ الاسم قبل ما تبقى قيس. يونس الحاب باتا حكومه. لا كوره. سيد دك حارس مرمى. بس كده عملت كل واحد دخلت منى الشاذلي وجي عندنا والكلام خلص. النادي بتاعنا ده هينجح نجاح محدش متوقعه. بنشهد النهارده صراع الكرواسون وقرص القرافه. اقف على الكوره. ايوه ايه
بتوتر من الاصوات العالية. مش بويك اللي يخرج. روح انت ناخذ في صدري. ما عادي ما دي الازمة القلبية وانت ياما لعبت عليها. دي مش مية، ده بول الشيخ بسنت. لف على سيدي. فيتا ونبلة المفروض يكونوا أجنحة طايرة. أجنحتي احنا في تاكي. يا ستار كمان هتفتي في الكورة. الفرقة دي مش شطبة وما هتشوف النور وفرقة في قاع القاع. انت مين؟ السوي دييجو أرماندو مارادونا. سموني السد العالي. الحضري السد العالي. أبقى أنا بقى السد العالي. إيه الحلاوة دي؟ كاساتا؟ أحلى مرة أكلتها كان مع أبويا في بورسعيد. أبويا كان بيحب حاجتين في حياته بشكل هستيري، أمي ونادي. هنفضل كده كتير؟ لازم حد يتحرك. يلا اتحرك. سيفونيه 13 إيجيبشن باوند. إيه الإيجيبشن باوند ده؟ يورو دولار إيجيبشن باوند، أعلى واحد فيهم. طيب أنا هنادي حضرتك المدرب أجي على طول. نهار مدرب جوه، أنا بتناقش معاه. انا رايي تدخل معايا لازم لازم. بس اصل حضرتك كفايه والله. هتزعلني هتزعلني. التريلر ظريفه، أظرف حاجة فيها طه الدسوقي على فكرة. وعلى فكرة كان في برومو تانية قبل دي كانت في السينما، شفتها في السينما، لقطات كتير ما كانش فيها مساحة الإفيهات أو حاجات زي كده. وأكتر لقطة عجبتني على الإطلاق برضو هي بتاعة طه الدسوقي وهو بيجري وسابق الكورة. الفكرة نفسها كرويا من الحاجات اللي بنستخدمها كتير وإحنا بنقلش على لعيبة كتير، ففكرة إن أنا أشوفها بصريا قدام عيني وعلى يد كوميديا على ما يبدو حقيقي متمكن اللي هو بيعمله شيء منعش شويتين. خلونا برضو نعدي تعدية التفصيص كده. بصوا طبعا هو مبدئيا انا عندي شوية معلومات اضافية عن الفيلم ومش هقفلم فيها، يعني مش هقعد امثل، اللي انا عارفه هقوله على طول. الاحداث بتاعتنا المرة دي المركز بتاعها هو نادي من نوادي الارياف، دي انا معلومة عارفها من الاول وعرفتها من التريلر الاولانية وبين في التريلر دي، فمش محتاجة يعني. والنادي بتاعنا اسمه نادي اتحاد الدلتا وتحتها بالصغير كده المطارين. والشخصية اللي بيجسدها احمد حاتم بتتورط في ملكية النادي ده بشكل او باخر. كتيرة شوية اللوجوهات دي. احب انا الحاجات اللي موجودة في الخلفية دي. يعني احنا التركيز بتاعنا دلوقتي ممكن يكون في ان في معزة جوه ملعب كورة، ولكن انا عيني رايحة بسرعة لان المرمى نفسها عبارة عن منشر هدوم. طار عماد افضل ممثلة 2022-2023-2024 زي ما اتفقنا. طبعا برضو من الحاجات اللي انا عارفها وبينة جدا في التريلر ديت من خلال الشخصيات ومن خلال صورة يونس شلبي الله يرحمه، ان في ربط ما بين الفيلم ده والفيلم العظيم جدا 4-2-4. ممكن نحس بشوية ربط ما بين شخصية محمد محمود وشخصية محمود الالعاوي في الفيلم الاول. وشخصيات اللاعبين بقى، لو نفتكر 4-2-4 كان عندنا نجاح الموجي ومحمد ابو الحسن، وكان عندنا احمد عدوية، وكان عندنا شخصيات كتير، وكان في شخصية كبيرة شوية في السن اتصور ان المقابل بتاعها في الفيلم ده هو الشخصية اللي بيجسدها محمود البزاوي. الريش تويتا اشارة للإفيه بتاع همام في امستردام، ظريفة مش وحش. انا اول ما شفت اياد نصار في مكياج الشخصية ديت اول شخصية جت في دماغي توم كروز من تروبيك ثاندر. حلو الكادر ده يتحط في فيلم جد ويفضل جامد برضه. رجعت عن فكرة البيع، يبقى الهدف الرئيسي بتاعه هو انه يبيع النادي ده. من الغريب بقى اننا برضه لو بنربط ما بين شخصيات الفيلم ده وشخصيات 4-2-4 يبقى طار عماد المقابل بتاع سمير غانم، لان بشكل او باخر هي اللي بتعمل سكاوتنج، هي اللي بتجيب اللعيبه، اللي هي نقطه التلاقي ما بين شخصيه سمير غانم ووحيد سيف. انا اللقطه ديت لما شفتها في التريلر بشكل عابر كنت فاكره قميص وتحتيه فانيلا، دي مش فانيلا يا جماعه. الثياتريكلز بتاعت نجاح الموجي دي. مصطفى غريب واستمرار لحصاد نتائج النجاح المبهر جدا للجزء الاخير من المسلسل الكبير. المشجعين والمشجعات واستدعاء لاحد المشاهد التاريخيه من 4-2-4 برضه مشهد كوكو واوا. اوقف على الكوره يا جماعه، انا متحمس جدا لاني اتفرج على اللي طه دسوقي هيعمله في الكوميديا الحركيه. يعني انا اعرفه اصلا كستاند اب كوميديان، ففكره ان هو بيقدم حاجه حركيه فيها جري فيها مواقف فيها كلام زي دي من اكتر الحاجات اللي متحمس لها في الفيلم. محمود حافظ عامل اللعيب العنيف، استعاره شويه من فيني جونز في مين ماشين تقريبا. اجنحه احنا في كنتاكي، لا ما هو مش عشان معلم. اللقطة الرئيسية في التريلرتين ماليش دعوة. السوشيال ميديا حاضرة وبقوة برضو يا جماعة. اه شوية رومانسية برضو على اطراف الفيلم. كساتة رومانسية بلدي برضو جميلة، انا عاجبني الموضوع ده. ابوه هو يونس شلبي يا جماعة، هو نفس الشخصية اللي كان رئيس النادي في 4-2-4. بص يا جماعة، هو الافيه دوت في حد ذاته مش اجمد حاجة في الدنيا، بس بص اداء الكوميديان الشاطر بيزق في الافيه ازاي، مسخرة برضو اللي عامله ده. عجباني اجواء الكورة وعجباني الاشارة الواضحة للفيلم اللي هيجي في بال كل الناس اللي شافوه اول ما يسمعوا عن الفيلم ده. 4-2-4 يا جماعه بكل تاكيد مش فيلم حلو بالمقاييس العاديه يعني، ولكنه فيلم مسخره. عجبني برضو ان تشكيله الكوميديانز اللي احنا معتمدين عليها فيها شويه تجديد. طه دسوقي، مصطفى غريب، محمود الليثي على فكره برضو مش من الناس اللي بنشوفها كتير قوي. وعجبني ان في ناس اللي هي اول ناس بنفكر فيها اول لما بنسمع ان في فيلم كوميدي بيتعمل في مصر الحقيقه مش موجودين في الفيلم ده، وبدون ذكر اسماء بقى انتوا اكيد فاهمين. بس قلقان من كوميديا الكوره لانها بكل تاكيد مش سهله ومش
هقدر اقول ان كل الافيهات اللي اتقدمت جوه الفيلم مطمناني، لذلك فنسبه ترقبي للفيلم 8.5 من 10. لا معلش احنا من الاصوات الحره اصلنا يعني. المهم ده رايي وانطباعي ونسبه ترقبي، الاهم منهم رايكم وانطباعاتكم ونسب ترقبكم، يا ريت تساهموا بيهم في الكومنتس. الف شكر لحضراتكم على المشاهده، يا ريت تعملوا شير ولايك للحلقه لو عجبتكم، اشتركوا في القناه وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول، تابعوني على فيسبوك تويتر وانستغرام، وباي باي.